السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال طريقة الموت بالنسبة للأرانب في التسمم المعوي وبالنسبة للتسمم الدموي. بالنسبة للتسمم الدموي، الطريقة ديال الموت هي معروفة، وهو كيكون الأرنب بصحة جيدة إلا وكتفاجئوا به أنه كيطيح. حنا كنقولوا كيطيح، ملي كنقلبوه كنلقاو الدم سايل له من نيفو. المشكل في هاد الطريقه ديال الموت ان الناس ما كيديروش التحصين ديال الابره ديال كيونيفخافار. ديما كنهضر على هاد الابره هادي، ما كندير لهاش الاشهار، ولكن راه في الحقيقه جد فعاله، يعني جربوها الناس وراها فعاله. نرجعوا للموضوع ديالنا، ان الارانب كيطيحوا، ملي كيطيحوا كنحسوا بهم كيسيل لهم الدم من نيفهم. الى مشى حتى القطيع بدا كيطيح، كونوا متاكدين واخا ديروا الابره ما كتخدمش. علاش؟ لان الابره فوقاش كتخدم من بعد 15 يوم، يعني خاص يكون التحصين قبل 15 يوم من 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 الشهور الثلاث اللي هضرنا عليها في حلقات سابقه، شهر 3 وشهر 6 وشهر 9. بالنسبه هذا الطريقه ديال الموت ديال التسمم الدموي. التسمم المعوي الناس اللي ما داروش يعني دوايات، يعني غير خلطوا بقاو كيعطيو الاشياء الخضراء للارانب ديالهم، او القشور ديال الخضروات اللي ممكن انها تكون فيها شي مبيدات، مرشوشه بمبيدات حشريه ولا مرشوشه بمبيدات يعني كيميائية. سمو الطريقة ديال الموت ديالهم، أنا على حسب التجربة ديالي، أن كيكون واحد يعني الأرنب واقف حتى كيبدأ كيهرب من شيء ما، بحال لأنه خائف. أنا يعني هذه جربتها يعني في واحد الخلفة، كنت عطيتهم شي واحد السيكاليم، وديك السيكاليم كان مغشوش. لاحظت ان الارنب كيكون واقف حتى كيولي باغي يهرب من شي حاجه. ملي كيبقى يهرب من شي حاجه كيبقى يدور في الكاج وكيهرب، هو كانه شي واحد تابعه. هذا هو التسمم المعوي، يعني كيكون مسكين في كرشو ضاره شي حاجه حتى كيتخلع فجاه، كيتخلع وكيبقى هربان. ملي كيبقى هربان كيبقى يدور يعني بواحد السرعه فائقه حتى كيطيح، كيبقى يتلوى كيبقى يتعوج وكيتلوى وكيطيح. صافي هذاك راه التسمم معوي. كاين عاوتاني واحد يعني مرض اخر، يعني الناس جاهم في شهر 6، اسمه هو انه الارنب كتفاجئ به كيطيح كيموت. ملي كتقلبوا كتلقى الدم، لا عفوا، كتلقى الماء اصفر كيسيل له من المخرج ديالو. هذيك النبوله، الناس اللي ما داروش الدوايات ضد يعني النبوله وضد المراره، انتفاخ المراره، سمو كيوقع لهم، كيوقع انهم اي حاجه كيعطيوها لهم كتولي كتاثر عليهم. خاص ديما يعطيهم غير الناشف، مثلا خبز جاف هكا، حبوب جافه، يعني الارنب ما يتحملكش الاشياء الخضراء بتاتا. سمو هو الدواء، راني هضرت عليه في حلقات سابقه. الدواء كاين جوج دوايات، كاين تي ام بي شرطه اس، تي ام بي اس هذاك حتى كيوقع المرض عاد ممكن انكم ديروه صافي، وكي كي 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 يعني هو دواء في حقه جد فعال. كاين حتى الخل، كاين الناس اللي كيديروا حتى الخل. اما الا بغيتوا تحسنوا الارانب ديالكم وتقدر تعطيهم اي حاجه ممكن ياكلوها وما تاثرش عليهم، هيباغينول هو واحد الدواء حتى هو مزيان. انا جربته، يعني وليت كنعطي الارانب ديالي الاشياء الخضراء وكنحس بهم كيجيهم لا اسهالات لا قبض، لا ولاو يعني كياكلوا كل شيء مزيانين. يعني صراحه ان دواء ما كنتش انا كنستعمله، ولكن منين استعملته هذه تقريبا واحد مده ديال سنه، راه دابا مزيان، يعني حسب الارانب ديالي. وتا هي وتا هاد الدواء كيخليك حتى توفر شويه في الجيب، لان ماشي ممكن انكم تعطيهم القشور ديال الخضروات وما تخافش.
انت غادي غير ترميها، ماشي من لا ما تعطيهم السيكالي، من لا تعطيهم الخبز هكا كما كتشوفوا هذا. الحبوب مثلا الذره، الشعير، الزرع، اي حاجه راها بالثمن. اما ملي كتعطيهم شويه ديال الحاجه اللي كتشيط عليك، يعني القشور ديال الخضروات ولا نباتات خضراء، ممكن تعطيهم الخبيزه، الحوايج غير ممكن تلقطوها غير من شي حقل وتعطيهم، عاوتاني هذيك حتى هي كتوفر شويه الجيم. اذا الطرق ديال الموت ديال الارانب هي هذه، يعني حاولوا انكم تعاملوا بذكاء مع الارانب ديالكم، ما تخليهمش بلا تحصين، وتحصين رخيص يعني 10 دراهم ايبارينول مزيان، ولا الابره راه ديال كوني بخافاك ديال التسمم الدموي راه كتباع بالديتاي. ممكن انكم تكونوا مقيدين التاريخ واللي بغيتوا انكم ديروا الكسيبه، يعني تكسبوه كديروا له هذاك يعني الدواء، وكتسناو عام كامل ب 9 دراهم، 9 دراهم كدقوا له الابره، وانتم عام كامل وانتم ممكن انكم يعني هذاك الفتره ديال اللي كيدوز فيها التسمم الدموي الارانب ديالكم تنجو منها، يعني تنجيوهم ما تخليهمش يعني غير بلا تحصين. اذا هذه هي الطريقه للطرق ديال الموت ديال الارانب اللي هضرنا عليها، التسمم الدموي والتسمم المعوي. الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم باش ندعمونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.